سؤال بيقول أخي توفي في حادث وكنت مرتبطة به جدا لأخته يعني، وباستمرار برجع عليه وبطلب من حضرتك كام سؤال. واحد، ازاي اعرف ان في السماء؟ اثنين، هل العمر محدود؟ لاني معتقد ان العمر غير محدود وما فيش حاجة اسمها نصيب. العمر طبعا ربنا يعرف بدايته ونهايته ويعرف كيف سينتهي ومتى واين، ما فيش شك. لكن ربنا مش بيأمر بالطريقة التي ينتهي بها الإنسان. يعني جايز واحد مثلا حياته انتهت بالانتحار، ربنا ما بيأمرش بالانتحار، لكن عارف انه هيموت منتحر. ربنا لا يأمر بالحوادث اللي يموت فيها ناس، لكن يعرف انها تبقى في حادثة بس ما بيأمرش بيها، وجايز يكون في خطأ وربنا ما بيأمرش بالخطأ. انا فاكر النهاردة وكنا بنصلي على ابنائنا واخواتنا الذين توفوا في حادث جنويدع في سيناء. من ضمن الكلام اللي قلته ان يعني اللي بيموت في حادثة ما بيشعرش بالالم، في لحظة بيكون خلاص، بينما في ناس جايز يقعدوا على الفراش في مرض مؤلم وفي آلام وفي عذاب بالشهر والشهرين والثلاثة ويتمنوا الموت فلا يجدونه. فيعني الموت في حادث بالنسبة للي بيموت أسهل له، لكن بالنسبة لأهله بيتعبوا انهم حرموا منه فجأة وما كانوش منتظرين. واحد خارج من البيت ما يعرفوش هيرجع ولا لا. لكن على اي الحالات دي درس لينا ان احنا نكون محترسين باستمرار ومستعدين باستمرار اذا اتانا الموت في اي وقت يجبنا مستعدين. من جهة اخوك راح السمع ولا لا، خديها بالايمان، خديها بالايمان وصلي من اجله، والكنيسة بتصلي من اجل الكل ان ربنا ينقلهم الى الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنفس الى نور قديسيه. وحتى لو اخطأوا الكنيسة بتصلي وبتقول ليس انسان بلا خطية، ولو كان حياته يوم واحد على الارض ودول كان ليهم جسد مادي وسكنوا في العالم المملوك من الشرور. ربنا يعزيك ابنك وإن كنت بتحب أخوك جدا يعني قولي زي ما قال داود، هو لا يرجع إلي ولكن أنا أذهب إليه. وإذا كان هو في السماء قولي أعطيني يا رب إن أنا أذهب إلى السماء ونعيش.